مرحبا. بيجهل العديد أنه السيلفي ستيك أو عصا التقاط الصور تم اختراعها منذ أكثر من 30 سنة، ولكن ما السبب وراء اختراعها ومين اللي اخترعها؟ أنا رح أخبركن. هيروشي إيادا، ياباني الأصل، هو يلي قام باختراع السيلفي ستيك عام 1983. اجته الفكرة بس سافر على فرنسا هو وعائلته وطلب من طفل صغير أنه يقوم بتصويره، فعطاه كاميرته، ولكن الطفل أخذ الكاميرا وهرب. كانت السيلفي ستيك تتعلق فيها الكاميرا وليس الهواتف الذكية الموجودة اليوم، ولكنها ما لقيت النجاح، وحتى أنه مستخدمو الكاميرا ما قاموا بشرائها. عام 2003 حصل على براءة الاختراع، أي قبل 4 سنوات من إطلاق شركة أبل لهواتف آيفون عام 2007، وانتشرت حالياً موضة التصوير وصرنا نستخدم السيلفي ستيك برحلاتنا، بسفرتنا، وحتى بأيامنا العادية. وبالنهاية ما في غير إلكن أنه الصور هن أحلى ذكرى لإلكن، فصوروا قد ما فيكن. إلى اللقاء.